مرحبا بكم الناس كل في الحلقة الجديدة من كشف الحقائق لجريمة القتل رحمة الأحمر. رحمة الأحمر من قرطاج سلامبو اللي توفيت يوم الاثنين 21 سبتمبر. هالقضية هذه اللي هزت الرأي العام في تونس، شكون اللي قتل رحمة؟ سؤال مجهول. قالوا مراد اللي من ريشة، احنا توا في منطقة ريشة مسقط راس مراد، حابين نجيو لهنا نشوفوا عائلته، نشوفوا أقاربه. المنطقة هذه كما قاعدين تشوفوا توا منطقة فارغة، يعني العائلة الكل متاع المنطقة هذية يخدموا في سيدي داود وفي البحر الأزرق. احنا اليوم متجندين باش نعرفوا لغز هالقضية هذية، لغز قضية مقتل رحمة الأحمر. هل أنه مراد هو القاتل الرئيسي، وإلا فما أيادي خفية وراء هالقضية هذية؟ أهلا بك. أهلا عسلام. أنت مقرب المراد؟ أي مقرب. المتهم الرئيسي في قضية مقتل رحمة، هذا رحمة، باش تحكينا على مراد، كيفاش كان، كيفاش عيشته مراد؟ أنت يعني مقرب ليها أكثر من الناس كل، شكون مراد بالضبط وشني عيشته في يعني شنو العيشة نتاعو؟ بالنسبة لمراد كيما الشباب الكل، معناتها عايش عيشة طبيعية، يخدم أمور مريق، لاباس عليه، إنسان مستكفي بأمره، وله معناتها مشاكل أنت حتى تقعد بحثها ساعتين ثلاثة نهار كامل ما يكلمكش، ما تكلموش أنت ما يكلمكش، هذيك هي، ليش مش نقول لك، معناتها أمور واضحة. العلاقة بينك وبين مراد كيفاش كان يعني؟ معناتها كلا خويت، ما لنهار وصلني بكلمة عيد، ولنهار وصل أي واحد، معناتها اسأل واسأل عليه ودور، لنهار كلم واحد كونش مقدار، صحيح تظل مراد ويتكلم، أما ما تكلموش ولا ما يكلمك. كيفاش عملت قلت لي يتكلم، يتكلم كي تظلمه يعني؟ تظلمه راه يتكلم على حقه، معناتها ما يوصل حتى حد، اما كان وصلت كلمته والحاجه راه يرد على روحه ما يسكتش. انت قريب له يعني، كي سمعت بمراد هو المتهم الرئيسي في مقتل رحمة، كيفاش كانت يعني، كيفاش وصلتك المعلومه؟ ودي ما صدقتش انا وقت، معناتها امبوسيبل نحط مراد يقتل رحمة، امبوسيبل، هذه نوضحها لاي تونسي. صحيح صارت له مشاكل قبل نتاع في ليبيا، حب يقتصبها من ليبيا ورد الفعل نتاعه، وما في بالهمش اللي هم كانوا مش يقتلوه، معناتها صارت مناقشه ما بيناتهم والذئب وهم الزوز وهو واحد، ودخلوا تونس قداش حكايه براكاج، يقولوا براكاج معناتها مراد طبيعي، معناتها ليه، وهو جيس نهار اللي قالوا هاو يحكوا على البراكاج وكذا كذا، هو خاطي، معناتها جاء الحياكم لا موهوك مو خيم الزال عنده، معناتها مزيك خارج من الحبس هز وقالوا وانت تجيبهم، هو ديجا يعرفهم الاولاد اللي عملوا البركاج، معناتها هو خاطيهم، ماهوش حاط في مخه بركاج ولا مش يعملوا بركاج، هبط كي عايش الشباب قلاقا ولاد قاعد بحذاهم بانك يشرب كالناس الكل، جاء الحاكم سيرت البركاج من بعد بحكيته، هم قاعدين لهنا سير من بعد بحكيت كيلومتر ولا 500 متر، كي جاء الحاكم لقاه هو عباه في الكهرب هز وكم كوانت بركاج وقر على الاولاد اللي عملوا بركاج اللي كانوا قاعدين بحذاهم يشربوا. هذه القضية هو معي. حسب أخويل اللي سألناهم مقربين المراد في تونس، قالوا كي يشرب مراد يتحول يعني. لنهار تحول، معناتها مراد حياته كاملة نام خالته أكثر من الناس الكل. لنهار وصل ولا عمل ولا حاجة ولا غلط في واحد يشرب، يجي بانك في قهوة، يشد تليفوني، يرقد، معناتها ما يكونش ما كنت جاي تقول له مراد هاي نمشي ولا هاي نعمل ولا هاي ندان، وهي صحيح يمشي. اما مش يمشي وحده، هذه امبوسيبل كان يمشي وحده، ما نصدقهاش الحكايه هذه اللي تحكوا فيها، ما نصدقهاش. انت قلت مراد مستبعد كون هو يكون القاتل، يعني انت تقول فما شكون ايدي اخرى قتلت؟ لما تو هناك نري مراد ونعمته مخالته ونعرفه وماهوش وجهده، معناتها انسان واحد ما يخدم في المرمى ومره في الخضره ويفز الصباح يروح في الليل، معناتها ماهوش هيك العيش، عيشه باهيه، كري بدنه كري بدنه هي، معناتها نري المرحومه الله يرحمها، معناتها نقول ما نصدقهاش، تو مش نقتل الانسان وهو صحيح مش يقتل على شتى الطريق، مش تصير مناوشه ما بيناتهم في الطريق، مش يكركرها هو المسافه هذيك الكل ويهزها ويقتلها، ما زوتش هي، ما رغيتش، ما عيطتش، ما
حتى باللي يكون حتى باللي يكون الناس تريهم، حتى الكهرباء متعديه في الطريق تري مناوشه ما بين طفل وطفل تحبس، هذه امبوسيبل. حسب ثم حكايه ما بيناتهم، معناتها ثم حكايه جيست، ثم حكايه ثم فا معناتها ثم فا اشياء مخبيه وراء الحكايه هذه. مراد في بحث البدايه قال كانوا ضربها من راسها من تالي 3 ضربات. امبوسيبل. بالطبيعه حسب اقاويل مقربين ليه في تونس حكينا معاهم هم حاضرين لك ضربها. فما شكون شد معاها في القضيه؟ سمع مراد يحكي كونه هو ضربها واغتصبها يعني. وتو الطب الشرعي قال فمش اغتصاب. مراد حكيت على الاغتصاب اللي تحكوا عليه، مراد ريتو تي والله على الاغتصاب هذا، وحكيت بنوت وحكيت الزنا، احنا اللهم ان شاء الله ربي يبعد علينا كل شيء. مراد امبوسيبل كان يتبع النهار ويحط في مخه يتبع طفله ولا يازني، مش من جو ريت ما انسان جو وحكايه اخرى، معناتها جو وحيس على امه وموسوس هكا تحسه ديما ساكت ديما يقول انا وحيد امه ماتت وكذا، كاي انسان امك تو انت الاولين تموت امك تحس تلقاه هو سي مستبعد الحكايات هذه الكل، مش تبعك في البنوت هذه امبوسيبل تبع وكحش في البنوت تو يجي تبعها لنا في قروين ولا اش لازم باش يتبع ما يعمل هيش جمله. باخر مره قابلت فيها مراد وقتاش؟ لا حكيت 3 جمعات التالي قبل الجريمه. لبس عليه الحمد لله يلبس ماكل شرب، معناتها هو مشكلته معناتها عنده فلوس يشرب يلبس ما عنده ما يرحق ما ما ما, ما, ما يحرمش روحه. اما مش تقولي مش تبع في البنوت هذه، لا البنوت هذه وكذا ثم حاجه ما حكايه بنات ولا حاجه يجي يقول لي كذا كذا. بالنسبه لمراد الادله الكل ضده يعني، يرتاح باثنين يشرب يشري الشراب من المنطقه الكارفور البلاصه بحث منطقه الجريمه، وقالوا ناس كل كونه معناها مراد كان معناها داخل بعضه شويه في الايام هذيك يعني. لا عادي علاش داخل بعضه وشو عمل؟ وما عمل حتى شيء، ديما هذيك هي عيشته، يخدم يروح نهار اثنين يرتاح يمشي يشرب لنهار وصل لحد بكلمه، معناتها اما حكايه الرحمه هذه جامي كان هو يكون عملها وحده، وحتى كان عملها ماهوش وحده هذا هو نعرفه عليه. يعني صورة مراد وانتم كعائلة مراد كيفاش وليت العائلة الصورة متاعكم يعني؟ بالنسبة لقضية رحمة ان شاء الله هي ربي ظهر حقها، وان شاء الله كانوا هو عامل توكل الحاكم ياخذ مجراه معناتها، وش مش نقول لنا نتاع مشاكل نحن الناس زواب ولا نتخدم على رواحنا، لا داخلنا لا بفلين لا بفلتين، لا نهار وصلنا واحد بكلمة عيب، وان شاء الله ربي يظهر له حقه وكهو. اذا مأيدة التهمة على مراد لهنا يعني حكم الاعدام، كيفاش تشوفوا انت حكم الاعدام في قضية مراد؟ بالنسبة لحكم الاعدام اللي موجود معناتها باين ثم حكم اعدام، خويا عملت اللي مش يقولوا الحاكم كهو. رسالتك لعائلة رحمة إذا تم التأيد على قضية رحمة كونه اقتلها مراد، شنو تقول رسالتك لعائلة رحمة؟ إن شاء الله ربي يرحمها هي، وإن شاء الله يصبر أمتها وبايها، والله هذا هو اللي مش نقوله، وهذا هذه هي كاتب عمرها باش كانوا هو سي مأيد عليه الحكاية، هي كاتب عمرها مقيد باش يقتلها الإنسان هذاك، والله يرحمها والله يصبر أمتها وبايها. Thank you.